قلنا موضوع العسل ويمكن جاء في سياق الحديث مع ضيوفنا الكرام، الحديث عن المختبرات السعوديه وقدراتها لكشف المغشوش وخصوصا يمكن كان سياق الحديث مركز على مساله المستورد من خارج السعوديه، اكيد كلنا ثقه في مختبراتنا وجهاتنا الرقابيه ومامونيتها كذلك مامونيه عملها ونتحدث كذلك عن دور هيئه الغذاء والدواء، لكن ودنا نعرف حتى أساليب الغش والخداع كيف حتى يمكن وصلت أحيانا مراحل متقدمة نثق أكيد بجهة الرقابين بتتصدى لها بكل حزم وإن شاء الله خلال الحلقات القادمة من برنامج الشارع السعودي نسعى لأن يعني نتواصل إن شاء الله وهذا من دور المهني دورنا المهني كذلك من باب حضور جميع الأطراف في تناول القضية التي نطرحها وبالتالي يمكن يوضحون حتى ما هي الإمكانيات والقدرات التي تمتاز بها وتتواجد في المختبرات الموجودة لدى هيئة غذاء والدواء للكشف على الغش في العسل